او يرقص الجون وحطها بيمينه. صحيح. يعني عنده، ما هي دي بقى الخبرات يا كابتن، مع الضغط الجماهيري مع الملعب مع ظروف المباراه بتبان شخصيه اللاعب. وليد سليمان هو عنده الشخصيه دي ان شاء الله بامر الله، ربنا يكملها على خير والنادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا ان شاء الله. وليد سليمان بتوقع هياخد احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله. هو احسن واحد بالارقام والنتائج والايجابيات وكل حاجه بالزبط. والانتاج اللي بيعمله يعني، هو ده الجون. بص الواسعه دي يعني، دي طلع بره ال18، فكتير ممكن يلومه لما يطلع بره ال18. لا هو عارف كويس قوي انه هيوسع للجون عشان الزاويه الثانيه اللي هي على شمال، على شمال الجول توسع له. والله ولا وبعدين ولا في حاجه بسيط، مانشستر يونايتد انا عايز اقول لك كمان ان الجون ده هو اللي صعد النادي الاهلي. طبعا الجون بتاع وليد بيتكلم على 2-0. احلى حاجه فيك ان انت مركز. بالظبط. نطلع نشوف كمان حاجه احنا مش عارفينها كلنا. احنا مش عارفين المعلومه دي. جبت التايه. احنا مش عارفين المعلومه دي. يعني هو ده الجون. هو ده الجون. وحطها بشماله. طب عايز اقول لك حاجه بقى، تخيل انت 2-0. تلعب ضربات جزاء بقى. يا رب. مع الناس اللي مش قادره. بص يا سيد، سيد انا من ساعه ما شفت القميص الاسود ده الصبح. يعني بص بص كمان ايه بالاضافه لكده انك تلعب ضربات صباح تحديتني بالقميص ده. الحقيقه الحقيقه معلومه جامده جدا. كابتن حشيش قال معلومه يعني بصراحه، انت جبتها منين؟ غير انها رقصها كانت بترقص. قال لك قال لك الجول ده هو اللي صعد. زي ما الكابتن حشيش قال لك مش مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. عادل امام لما بقول له قال له عندي اضافه، قال له اتفضل يا استاذ سرحان، قال له كانت رقاصه وبترقص. قال له يا سلام على الاضافه يا سرحان. انا ناقصك يا اخويا. انا ناقصك. انا نضيف. نطلع نشوف يعني كريم احمد معاه كابتن.